جاء في عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه لمالك الأشتر: وليكن نظرك في عمارة الأرض وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج. يعني فليكن اهتمامك بالتنمية أشد من اهتمامك في جمع الضرائب. التنمية كما ذكرت في خطبة مسبقة، التنمية قبل أن تكون فعلاً اقتصادياً، قبل أن تكون فعلاً معمارياً، قبل أن تكون حركة سياسية، هي في الأساس يجب أن تكون فعل ثقافي. كلما كانت الثقافة في المجتمع أكثر حيوية، كلما رفعنا عنها أغلال القيود والتخلف وأفسحنا لها المجال لكي تنطلق بحرية منضبطة داخل المجتمع، كلما نجحنا في تحقيق تنمية أفضل متوازنة سليمة. لهذا في أي مجتمع عندما نجد بأن هناك خللاً في التنمية، علينا أولاً أن نبحث عن العامل الثقافي، أن نبحث في ثقافة هذا المجتمع. فلعلنا إذا بحثنا سنجد بأن هذا العامل إما أنه مفقود، وإما أنه مشوه، وإما أنه يحتوي على مجموعة من الأمور، الشوائب والعوالق التي تعيق عملية التنمية بالشكل السليم وبالشكل الصحيح. نأخذ أول مثال على ذلك. فلنفرض بلد ما عندما يضطر إلى تشكيل وزاري، ويقوم هذا التشكيل الوزاري على أساس محاصصة طائفية أو محاصصة قبلية أو محاصصة عرقية أو غير ذلك من العناوين، دون الأخذ بعين الاعتبار الكفاءة في هذا الشخص الذي سيكون في هذا المنصب، وإنما يكون الأساس هو المحاصصة. فحين ذاك ماذا نتوقع بعد ذلك؟ أحياناً كثيرة نجد بأن نفس هذه المحاصصة تفرض أمراً آخر، وهو أن هذا الوزير يأتي ثم يبدأ بسياسة الإحلال، يخرج وكلاء، موظفين، مفاصل الوزارة، بل حتى صغار الموظفين أحياناً يأتي بعملية إحلال لمن ينتمي إلى طائفته أو لمن ينتمي إلى قبيلته أو إلى عرقيته وهكذا. ثم بعد ذلك حتى هذا الاختيار والتبديل لا يكون مرة أخرى على الأسس السليمة والمعايير الصحيحة في التوظيف، توظيف الرجل في المكان السليم. ثم ينبني على هذا أن الوزير الآخر في الوزارة الأخرى أو في تشكيل وزاري آخر يأتي إما لينتقم أو يقابل المثل بالمثل، أيضاً يجري عملية إحلال مشابهة لذلك، ولكن وفقاً لطائفته أو وفقاً لانتمائه القبلي إلى آخره. هذه المسألة، هذه الممارسة الخاطئة التي تعيق العملية التنموية حتماً، هي في الأصل ناشئة من ماذا؟ ناشئة من ثقافة معينة، ناشئة من ثقافة. يعني حتى لو حصلت المحاصصة لرعاية أمر ما وهذا خطأ، ما تبع ذلك من محاصصة هو ناتج عن تعصب، وهذا التعصب هو شيء ثقافي يحتاج إلى تربية ويحتاج إلى إعادة صياغة. طيب، هذا الخلل الكبير يحتاج إلى معالجة ثقافية نابعة من التربية الإنسانية، ولدينا في التربية الإسلامية مفردات كثيرة يمكنها أن تساعد في تحقيق هذا التبديل وفي تحقيق هذا التغيير الثقافي والتصحيح الثقافي. لكن المشكلة عندما تكون نفس التربية الإسلامية التي نقدمها نحن وفق رؤيتنا القاصرة والقراءة الخاطئة للتربية الإسلامية والثقافة الإسلامية، عندما نقدمها مشوهة وتحتوي على مفردات تعيد الإنسان مرة أخرى إلى نفس تلك العناوين
السلبية التي أدت إلى الخلل في التنمية، فحين ذاك نكون قد وضعنا هذا الإنسان مجدداً في أتون المخالفة الصريحة وإعاقة الحركة التنموية. أعطيك مثال: عندما نقدم التربية الإسلامية ومن خلالها للطالب أو للطفل، ومن خلالها نرسخ في ذهنه حديث ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة، خلاص يركب هذا بذهنه، ماذا سنتوقع أن يكون مخرجات مثل هذه التربية وهذه الثقافة؟ إنسان محب للخير لكل أبناء مجتمعه، أم أنه سيفرز لنا إنسان يحمل من العوائق في فهمه لطبيعة العلاقات الإنسانية في المجتمع الواحد بما يعيق العملية التنموية؟ لربما هذا أيضاً مثل هذه العناوين التي لا نحذر ولا ننتبه إلى آثارها. الآن بغض النظر إذا كان الحديث صحيح أو مو صحيح، ولعلي بحثت أنا في مرة من المرات عدم صحة هذا الحديث وبينته، لكن على فرض صحة هذا الحديث، هل يقدم هكذا إلى الطفل؟ كيف سيقوم هذا الطفل حينذاك وهذا الطالب الشاب حينذاك بفهم كل تعقيدات المسألة، بحيث فعلاً لا يتأثر سلباً عندما يأتي إلى الجانب التنموي ويريد أن يطبق مفاهيمه في العملية التنموية؟ ولذا يأتي استفتاء مولانا الكريم، يسألون أحد الفقهاء الآن من أي مذهب كان: هل يجوز لي أن أتبرع لبنك الدم مع أنني أحتمل أن هذا الدم سيذهب إلى فلان، إلى شخص من المذهب الفلاني أو إلى شخص من الدين الفلاني؟ ما الذي دفع هذا الشاب أن يسأل مثل هذا التساؤل اللا عقلائي: هل يجوز لي أن أتبرع بالدم لإنسان آخر وما أدري الدم وين يروح، قد يتفق قد ما يتفق؟ الذي يدفعه إلى ذلك هي مفردة ثقافية زرعت في ذهنه منذ أن كان طفلاً أو في شبابه، وبالتالي خلاص ينعكس هذا على تفكيره وعلى سلوكه. الآن هذه مفردة ثقافية موجودة تقدم، ولكن لاحظ في المقابل نموذج آخر راقي إنساني مبتني على أساس قرآني يقدمه لنا الإمام زين العابدين عليه السلام في الرواية التالية التي ينقلها الإمام الصادق عليه السلام، قال: إن علي بن الحسين عليه السلام كان يطعم من ذبيحته، يعني في الحج في الهدي، وما كان يذبح خروف. الإمام أمتنا النبي علمهم والأمة عليهم السلام ساروا من بعده يذبحون ذبايح، يذبحون عدد كبير من البدن من الجمال يذبحونها من الإبل ويقدمونها للناس أضاحي. إن علي بن الحسين عليه السلام كان يطعم من ذبيحته الحرورية، الحرورية خوارج، فرقة من فرق الخوارج الذين كانوا يمارسون القتل في المجتمع كذا. كانوا هؤلاء من الفقراء يأتون، مذهبهم هكذا الآن هو في الحج، مو يا يقاتل ولا معلوم أنه هو إيده ملطخة وكذا وأنت بتساعده على الإفساد، المسألة مو هالشكل. إنسان مسلم جاي إلى الحج يختلف مذهبيا معك، كان الإمام عليه السلام يطعمهم من ذبيحته. قلت السائل مستغرب، قلت: وهو يعلم أنهم حرورية؟ قال: نعم. قال: نعم. وهذا ينطبق مع القرآن الكريم: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. شنو يعني أطعموا القانع والمعتر؟ إطلاق، هل قيد؟ هل قيد؟ بل بعض الفقهاء حتى بحث أن لو فرضا تواجد في عرفات إنسان غير مسلم هل يجوز لي أن أعطيه؟ يقول مطلق الآية: قانع والمعتر، كل فقير عطى، لعله يكون حتى هذا سبب في إقباله على الإسلام لما يشوف قلب المسلم عليه في وضع حاجة. فبالتالي هذه مفردة ثقافية تبني شخصية سليمة قويمة، ثم يأتي هذا الشخص عندما يدخل في المجتمع ليعمل وينتج وينمي الموارد المختلفة ينميها بالاتجاه الصحيح، على خلاف ذاك الإنسان الذي يحمل كتلة من العقد والسلبيات في ذهنه في فهمه للإسلام، ثم يريد أن ينطلق في المجتمع لينمي.
طيب مثال آخر، وهذا يخص دائرتنا الشيعية يعني. مثال آخر فيما يخص الحقوق الشرعية، بعد غيبة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، تساءل الفقهاء ماذا نفعل بالحقوق الشرعية، خاصة الخمس يعني، ماذا نفعل بالحقوق الشرعية؟ طرحت عدة آراء. الشيخ المفيد رحمه الله في أحد كتبه ينقل صور من هذا الاختلاف، أنا أخذت مقطع فقط يعني، راح أطرح رأيين من الآراء اللي كانت موجودة. يقول: وقد اختلف قوم من أصحابنا في ذلك عند الغيبة، وذهب كل فريق منهم فيه إلى مقال، كل واحد عنده رأي، فمنهم من يسقط فرض إخراجه لغيبة الإمام، قال ما في بعد، خلاص يسقط مدام الإمام غائب والأموال لازم توصل للإمام، ما نقدر نوصلها، إذن انتهى، ما في تكليف بالخمس، وما تقدم من الرخص فيه من الأخبار. وأكو روايات أيضا تقول ما للخمس لشيعتنا، وبعضهم يوجب كنزه، البعض قال لا، كل واحد عنده خمس يحفر حفرة ولا يدور له تجوري ولا مكان يخش الفلوس، ويخشها على مدى أجيال إلى أن يظهر الإمام عجل الله تعالى فرجه يستفيد منها. وتناول خبراً ورد أن الأرض، يعتمد على خبر رواية، أن الأرض تظهر كنوزها عند ظهور القائم مهدي الأنام عجل الله تعالى فرجه. وأنه عليه السلام إذا قام دله الله سبحانه وتعالى على الكنوز فيأخذها من كل مكان. طيب هذا التصور وذاك تصور، وتصورات أخرى في كيفية الاستفادة من الخمس أو عدم الاستفادة منها أو إلغاء أصلاً هذه الفريضة. هذا كله لو أردنا أن نطبقه أو لو طبق في ذلك الوقت، ألا يؤدي إلى أن إحنا نفقد كل الدور التنموي للحقوق الشرعية، ونحن نعلم بأن الحقوق الشرعية من أخماس وزكوات وكفارات وغيرها من العناوين هي رافد مهم من الروافد التي ترفد الدولة الإسلامية أو المجتمع الإسلامي، ترفده بمصدر مالي اقتصادي يحقق جانب من التنمية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وغيرها من الجوانب، لعنوانها الواسع ما يسمى بسهم الإمام مثلا، عنوانه واسع وينطبق على أمور كثيرة. الآن لو تبي تلغي هذا أو تخزنه ككنوز، حتما أن هذا يبي يفقد ما شرعه الله عز وجل من دور. وكيف يمكن أن أصلا نفهم هذا مع ويتوافق هذا مع قول أمير المؤمنين عليه السلام: وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج. المسألة مو جمع أموال، المسألة هي في الأساس ماذا؟ تنمية، عمارة الأرض تنمية. لكن للأسف أحياناً نحن عندما نتعامل مع نص مثل كلام أمير المؤمنين عليه السلام أن التنمية مقدمة على الجمع، نتعامل أحياناً على أنها فضائل لأهل البيت عليهم السلام، وننسى أنها أسس حياتية وأسس ثقافية نعمل على أساسها، ورافد ثقافي وتربوي. الله سبحانه وتعالى لم يفرض كل الواجبات المالية والمستحبات المالية من أجل فقط أن نحارب بخل ذواتنا أو من أجل أن نطهر نفوسنا من حب الدنيا، ليس فقط هذا، هناك جانب آخر يجب أن نهتم به. المسألة مو بس طلع مثل في الحج يقول اذبح ذبيحتك وخلي تروح هباء منثورا، المسألة مو هالشكل. وأطعموا القانع والمعتر، الله سبحانه وتعالى يبي، هذا جانب من أنك أنت ترفع حاجة هذا المحتاج، بل وجعلها وسيلة تنموية مهمة ورافد حيوي للتنمية. من وين يجي هذا؟ العامل الثقافي الفقيه لما يريد يتعامل مع مثل هذا الأمر، العامل الثقافي يؤثر في فتوى، يؤثر في فتوى، وبالتالي يقول لا اكنز، والثاني يقول لا، فلنتصرف بشكل صحيح مع هذه الأموال. الله سبحانه وتعالى يريد جانب تنموي من خلال تكليفنا بمثل هذه التشريعات. وبالتالي فقهاءنا سارعوا فعلا إلى رفض الفكرة الأولى أو الفتوى الأولى والفتوى الثانية، ولم يتفاعلوا معها حقيقة يعني، أخذت لها مدى بسيط وانتهت المسألة. لكن أقول إلى الآن لم نبلغ مستوى الطموح في تنمية
أموال الحقوق الشرعية بالمستوى الذي يحقق التنمية كما نريدها، خاصة في مثل هذا العصر. يعني هل يعقل أن عدة أفراد داخل مكتب أحد المراجع تكون تضخ إليهم كل الأموال، أموال الحقوق الشرعية، ثم يوزعوها وفق رؤيتهم الشخصية كيف توزع هذه الأموال؟ أنا لا أريد أن أشكك في ذمتهم المالية والعياذ بالله، ولا أريد أن أقول شخص هني بعد ما يخمس وبالتالي يقع في الإشكال الشرعي ويرتكب إثم وبالتالي يقع في تصرف في ماله محرم إلى آخر من العناوين. أنا لا أقول ذلك ولا أحرض على ذلك، لكن أقول نحن في زمن نحتاج إلى أن هذه الأموال فعلاً توظف وتكون عامل تنمية حقيقي وحيوي في المجتمعات الإسلامية. نعم البعض عنده أموال شرعية ومبالغ جيدة يعني، ويستأذن يقول أنا أبي النص، هذاك يقول أبي ربع، هذاك يقول إذن لي في الثلث، عندي مشروع أبي أبني دار للأيتام، أبي أسوي مستوصف. ما يمانع المرجع أو اللجنة هذه ما تمانع عادة أن تضخ هذه الأموال في هذا الاتجاه، ولكن هذا عمل فردي عشوائي. من يقول أن هذا العمل أولى؟ رأيي أنا كذي، أنا صاحب الأموال، رأيي أن بسوي هني هالمكان، لربما أبي أرفع اسمي، لربما يكون غرضي لله سبحانه وتعالى، لربما لغرض آخر. هذا عمل عشوائي. من يقول هذا البلد أولى من ذاك البلد؟ من يقول هذه المنطقة أفضل من هذا؟ من يقول مستوصف هنا أفضل من دار الأيتام؟ إذا ما تكون هناك مؤسسة، هذه المؤسسة عندها خطة وبرنامج تنموي صحيح وتقوم على أسس سليمة، فحين ذاك سيبقى هذا الخلل موجوداً في كيفية التصرف بالحقوق الشرعية. مسؤوليتنا نحن أن مرجعياتنا وفقهم الله تعالى لكل خير وهم يعملون في هذا الاتجاه، لكن نحن بحاجة إلى أن نعمل من أجل أن نوصل هذا الطموح الذي نطمح إليه في أن يكون للحق الشرعي الدور التنموي الصحيح، لا سيما في مثل هذا العصر، ونطالب بما يحقق الارتقاء في عملهم الدؤوب الذي يريدون به وجه الله سبحانه وتعالى. إننا فعلا بحاجة إلى أن نفعل الثقافة في الواقع ونربي المجتمع عليها، كما أننا بحاجة إلى تنقية الثقافة التي نقدمها للأجيال من الشوائب الفكرية ومن التعقيدات العصبية ومن تراكمات التخلف، لأننا إذا مهدنا السبيل للإنسان في أن يصوغ شخصيته العلمية والتربوية على الأسس السليمة، أمكننا أن نؤسس لبيئة علمية تنموية رائدة تعمل على أنسنة الروح والشعور والإرادة، وعند ذاك تأتي صناعة المستقبل. ومن الضروري أن ندرك أن عملية النمو في أي بلد إنما تسير قدماً من خلال الوفاق الداخلي وتحسس الجميع لمسؤولياتهم في حركة البناء العام للبلد. وبكلمة واحدة، إن عدم التنمية يعني الموت. اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، والباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم اجعل التقوى زادهم والإيمان والحكمة في قلوبهم، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم وأن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه. إله الحق وخالق الخلق، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذه صلاة الجمعة من ركعتين، ولا تنسوا فضل الدعاء من حين نزول الخطيب من المنبر إلى إقامة الصلاة.